خلينا بقى نبدا مع حضراتكم خبر حلو، معلش لازم برضو كنا ننوه عنه. هو كان في استفتاء كده للجماهير على صفحه اسمها تايم ميديا، وعليها يعني متابعين كتير جدا جدا جدا. الحمد لله تم اختيار برنامج 10 الصبح في الاهلي افضل برنامج رياضي صباحي. وكمان مش كده بس ده، او مش ده بس الخبر الحلو، الخبر الحلو ايضا ان افضل فقره تحليليه كمان كانت فقره كريم سعيد زملائنا واحمد ثابت على برنامج البيت الكبير برضو في قناه الاهلي. وتم ايضا اختيار زميلنا شريف شعبان افضل مراسل رياضي. فاحنا ليه فرحانين؟ فرحانين ان كل الجوائز دي يعني، او زي ما بنقول كده يعني الاستفتاءات دي كانت من صالح قناة الأهلي، فده شيء أكيد يسعدنا، وده عهدنا للجمهور زي ما احنا بنقول. احنا دايما بنبقى بنسعى عشان نقدم لحضراتكم كل هو يعني مميز وبيليق بالجماهير العظيمة في كل مكان. فكان لازم يعني نقول مبروك لنفسنا، طبعا حقنا برضو طبعا يعني طبعا. ده بالنسبة للخبر احنا